لكن نبدأ أولاً مع قصة الدكتور صبحي. الدكتور وهو معاون عميد كلية الكتاب الموجودة بين كركوك وأربيل، وهو دكتور أستاذ جامعي. ما الذي جعله أن يتحول إلى منظف يقطع البصل والطماطة والبطاطا أيضا، وبعد ما يعزل المطعم يقوم بتنظيف المكان من الأوساخ؟ ترى ما الذي جعل أو أجبر الدكتور صبحي على هذا التحول الرهيب من أستاذ جامعي وعميد أو معاون عميد كلية إلى منظف في مطعم؟ هذه القصة سنتابعها أولا في حلقة هذا اليوم اللي رح يشرح بها الدكتور صبحي كل الظروف التي أحاطت به حتى صار منظف في مطعم. إذن نستمع أولا إلى الدكتور صبحي. صبحي فاروق، صبحي أستاذ جامعي وحاصل على شهادة الدكتوراه في الدراسات الدولية من جامعة النهرين. شغلت عدة مناصب في المجال الإداري، منها رئيس قسم القانون ومعاون عميد علمي في كلية دجلة سابقا، وفي كلية الكتاب حاليا اللي هي موضوع لقائنا هذا. بعد أن اكتشفت ملفات فساد موجودة في كلية الكتاب متورط بها كلية أهلية، كلية أهلية طبعا، وحاليا هي أصبحت أو تم صدور أمر إداري أنه تكون جامعة حقيقة. هذه في محافظة كركوك، في ما بين كركوك وأربيل، في ناحية ألتون كوبري، في قرية قرابيك. يعني هي الكلية تقع في قرية يعني حقيقة. بعد أن اكتشفت ملفات فساد حقيقة متورط بها عمادة الكلية، ومتورط بها مؤسسين، ومتورط بها أشخاص تابعين إلى مسؤولين يعني معينين، بعد أن اكتشفت هذه الملفات وأيضا تزامن الأمر مع حادثة معينة حصلت بقيام أحد الطلاب بالغش وكان يقرب إلى أحد هؤلاء المسؤولين، تم تهديدي وتهديد عائلتي، وتم حقيقة ترهيبي، وتم منعي من دخول الكلية. وطالب قام بغش، وأستاذ القاعة مسك غش، وأكو محضر بهذا الموضوع، يعني محضر مثبت وأمر إداري برسوبة بالغش. لكن الطامة الكبرى أنه بعد أن انتهت الامتحانات وبعد أن ثبتنا الدرجات على الماستر شيتات، يعني حدث أمر جلل، أنه وكيل وزير التعليم العالي الوكيل العلمي دكتور سلام حسن خوشناو، واللي هو حاليا المسؤول عن الكليات الأهلية، اجى شخصيا الى كليتنا كلية الكتاب، وكان هذا اعتقد يوم 28/6 او يعني نهاية الشهر السادس اعتقد سنة 2015، اجى وهدد بغلق الكلية. كان بالضبط جالس مقابلي، فاتهمني اتهام مباشر انه اني كنت وراء رسوب هذا الطالب بالغش. حقيقه حتى انا ما اعرفه للطالب، يعني ما اعرفه، يعني انت مو الاستاذ اللي لزمت؟ لا، مو اني الاستاذ اللي مسكته. حالي أعمل منظف وعامل في مجال التنظيف وتقطيع البصل والبطاطا في أحد المكانات المتخصصة بصناعة الطعام في دولة بلجيكا، في أحد المدن البلجيكية. حقيقة عامل تنظيف في مطعم، يعني بعد أن ينتهي العمل أنا مسؤول على تنظيف يعني الأواني وتنظيف النفايات وهذه الأمور، يعني من حقيقة من أستاذ وباحث علمي ودكتور ورئيس قسم ومعاون عميد إلى يعني عامل بطاطا، يعني مع احترامي لعامل البطاطا والنظافة والتقطيع والأمور يعني الأمور اللي ذكرتها. حقيقة أنا أناشد وزير التعليم العالي، أناشد رئيس الوزراء، أناشد التعليم الأهلي أنه يفتحون تحقيق بهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع أنا متأكد 100%
حصل معي ويحصل مع غيري ورح يفضل مستمر. يعني الكلية قائمين عليها مجموعة من السراق إذا حاليا أو إذا سابقا، هذولا إذا ما نوقفهم. يعني حاليا أنا تأملت خير، شفت أنه بالإعلام محاربة الفساد والفاسدين وسياسة الدولة الجاية بهذا المجال، شنو اللي طالبه؟ أنا أجد أنه يرجعوني إلى وظيفتي، يرجعوني إلى منصبي، يرجعوني إلى عملي. هاي الكلية أنا بنيتها على إيدي، أقسام الآن حاليا هي 20 قسم حتتحول جامعة. أنا كان إلي دور مع آخرين، طبعا مو لوحدي، مع آخرين أنه نبني الكلية ونأسسها من لحظة تأسست لحد ما تركتها. أنا أجد يفتح تحقيق بالموضوع لوزير التعليم العالي، للتعليم الأهلي، حتى المسيء يأخذ جزائه، حتى العدالة تأخذ مجراها، حتى المجتمع يستقيم، حتى الطالب اللي يكون بكلية سليمة وكلية قائمة على منهج علمي، يكون مخرجات هذه العملية، يكون عندنا طالب يقدر يبني المجتمع، مو يكون عندنا طالب ينجح بالغش وغير الغش. وهذه الأمور اللي يعني إيش وقت رح نقدر نوقفها؟ وإن شاء الله أتأمل خير. يعني وأكون أنا شاكر جدا لقناتكم يعني على وسعة صدرها وعلى تحملها وعلى توصيل صوتي إلى الجهات المعنية.